وما هي نسبة كردستان من الموازنة فعليا وورقيا؟ انا راح اشيلك دستوريا. ايها مادة 111 ومادة 112 اللي هنا تحدثنا بهاي القضية. عن طبعا هم الدستور اللغم بالمواد اللي هي ال 40 وال 41 وال 42 وال 43 وال 44 هذا اجى بعد تكملة الدستور قبل توقيعه دس اذن الله. جيد. المادة 140 ترجع على المادة 112. راح اقرا لك اياها المادة 112 بداية. المادة 112 اولا، المادة 111 ايش تقول؟ النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ملك كل الشعب؟ كل الشعب العراقي. كردستان عندها شعار ما كردستان عندها شعار ما لدينا لنا وما لديكم نحن معكم. هسه نرجع ل 12. الماده 112 يقول هنا هو المشكله. اولا ماده 112 اولا تقوم الحكومه الاتحاديه باداره النفط والغاز المستخرج في الحقول الحاليه. هي المشكله كلمه صحيح. حاليه دخلوا من هاي الثغره. صحيح كلمه حاليه. طيب متى كتب الدستور؟ في 2005. مو هو دا يحكي على حاليه يعني معنات في وقتها. هسه ايش يقول هنا؟ مع حكومه الاقليم والمحافظات المنتجه على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصه لمده محدده للاقاليم المتضرره. يعني اذا اكو اقاليم متضرره هسه احنا بدنا نحكي عنها من مشكلتهم هم اللي مشلبين بها الحاليه. يعني معناته هو يفسرها الحقول اللي كانت قبل 2005 مو اذا زادت عليها يعني معناته انكم ما لكم علاقه بها. زين احنا اذا انتم فعلا هذا نفذ هذا يعني هسه اليوم انا اذا بالبصره لا ابو البصره ايش قد لا انا اليوم بالبصره دكتور، انا اليوم بالبصره وهاي عندي مساحه دونم قاع وطلع بالدونم بير مال نفط اخذه من الدوله. هم تفسيرهم بهذا هسه هذا التفسير يعني اكو عقول تفكر بهاي الطريقه؟ اي هو هذا هاي داسيها الكلمه في وقته وهم مكلفين بها بالمناسبه فعلا جاي يحكون حسب اللقاء جاي يحكون بها. يمكن يسمعني سيدنا يعني هذا يحكوها من اي جهه دكتور؟ دكتور ناصر جاي يقول لك اكو ثغره بالقانون بالدستور. هي ثغره بالدستور نعم، هاي فقط كلمه الحاليه ادري بيها واعرفها وتابعتها بالمناسبه هاي كلمه لكن خليني اقول لكن لكن يعني هذا مو هو وراها راجع عاطف بالكلمه انه توزع بصوره عادله على كل ابناء الشعب العراقي. يعني مثلا اللي يطلع من البصره تاخذون من عنده، بس اللي يطلع من كردستان ابن البصره ما ياخذ منه. هو دا يحكي هنا الحاليه اللي دا يحكي هو منفصل اصلا. انت لو ترجع هسه يعني هسه كردستان منفصله عن العراق؟ يعني انا راح اقول لك شغله وارجو ان تراجعوها واسمح لي سيد النائب يشوفها بالموازنه 19 فما دون. يلقي كردستان ما موجوده بموازنه 19، العفو كركوك ما موجوده بموازنه 19 مكتوبه الاداره المحليه. ماكو كركوك، اكو 14 محافظه، احنا عندنا 15 محافظه غير كردستان. تلقي 14 ماكو كركوك غير. على 19 11 11 20 21 سنة 21 هسه يعني معناته 19 ماكو، اذا يعني 21 ماكو. انا ما لزجت لان بعد يعني اذا كركوك منفصلة عن العراق ورايحة اربيل غصبا عن العراقيين بما انه ما قرت. هسه هم ليش يرجعون؟ يرجعون على سنة 2007. يفترض هذا القانون ينفذ في عام 2007. شوف لحد عام 2007 الامور كلها عدله، ماكو فد يوم ماكو فد سنه من السنوات صارت لنا مشكله بالموازنه. بعد 2007 بدات الموازنات تتاخر. بعد 2007 الى ان اجت الدوره الثانيه للسيد المالكي بال 14 العفو بالعشره. راح لهم السيد المالكي زارهم كانت 12% مثل ما قال السيد النائب 12.76 رفعها الى 17% ضاف لها رواتب طبعا 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 ضاف لها رواتب الموظفين ورواتب البيشمركه. وضحت ليش؟ هسه ليش؟
سياسيا اداريا ما اعرف انا ليش هاي العمليه. هم طبعا حسن فعلا هم الضغط اللي يضغطوه في كل القضايا السياسيه صار بها فل صارت و17% اخذت فد يعني اخذت كم سنه يعني بصراحه من 2010 للحين جيت طبعا دورتي من 2010 ل 14 بس بحكم العبادي رجعوا 12 ايه حكم العبادي رجعوا 12 ورجعوا كانوا خلي رافعين العلم على كركوك وطلعوا من كركوك طلعوا من كركوك